خلينا نروح دلوقتي لمحمد الشناوي، برضو محمد الشناوي كان ليه كلمة وتصريح مهم اختصار فيه أو أهم ما قيل فيه. هو اتكلم عن نقطتين، اتكلم عن أول حاجة إن التركيز كبير جدا، وإن هم كل مدى كل ما بيعدوا كل ما بيبقى فيه المرحلة القادمة أو اللي جاية بيبقى التركيز أعلى، وده اللي هم دلوقتي فيه، هم في قمة التركيز عشان طبعا هم عارفين بيواجهوا مين. طبعا يعني نادي بحجم ريال مدريد، فلازم الواحد يكون مركز، لازم يكونوا دارسين كويس جدا الثغرات وغيره. دي نقطة. النقطة الثانية اللي اتكلم فيها قال لك الأجواء إيجابية جدا، ودي نقطة يا كريم برضو مهمة لما تيجي تتكلم تقول في بعض البطولات بتروح، وحضرناها قبل كده بعض البطولات، أنت أولا بتروح بنفسية سيئة جدا، ما بتبقاش محقق يعني على الأرض محليا مثلا بعض الإنجازات، تاني حاجة بيبقى عندك إصابات، بيبقى عندك روح معنوية مش أفضل شيء، فكل ده بيؤثر في الآخر على الأداء بتاعك. إنما دلوقتي اللي هنرجع نأكد عليه تاني، الحمد لله النادي الأهلي رايح بإنجاز حلو جدا سواء محليا وإفريقيا، أنت رايح الحمد لله بالسكواد كامل، ما عندكش إصابات يعني جامدة الحمد لله، غير طبعا إصابتين بس على كل حال إحنا متابعين حالتهم دلوقتي، الروح المعنوية مرتفعة جدا، ما خسرتش ولا مباراة مع المدير الفني الرائع مارسيل كولر، فكل دي برضو دعم الجماهير مش عايزين ننسى بجد بالملايين، فكل دي أعتقد عوامل تخليك في الآخر فعلا كلمة شناوي تبقى حقيقة أو مترجمة فكرة الدعم الكامل والروح الإيجابية العالية.